يلا. شكلها مشهي هاي دجاجة تنبورة والفلفل شكلها أو طعمها لا 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 زبط لا ما تقاطيني أنت لا والله طيبة كثير أنا ذقتها تحت الهواء كثير طيبة أكيد بشجع الكل اللي حاول يجربها ومش حيندم لا أنا بتشوفها هلأ رح نعمل كيكة الجزر يلا أوكي خلينا ناخد المقادير محتاجين له 2 كوب طحين 1 كوب سكر 3 أرباع كوب زيت 4 بيضات فانيلا ربع كوب مي نص ملعقة صغيرة بيكنج باودر نص ملعقة صغيرة كربونات 2 كوب جزر مبشور و2 ملعقة صغيرة قرفة 1 ملعقة صغيرة جوز الطيب و3 أرباع كوب جوز أما الكريمة فمحتاجين لواحد علبة جبنة فيلادلفيا 1 ملعقة كبيرة عصير ليمون 1 مغلف كريمة بودرة وربع كوب كريمة أوكي خلينا نبتدي بقى في السريع علشان إيه ما يروحش مننا الوقت أول حاجة هنحط الزيت 3 أرباع كوباية وهنحط السكر الوصفة دي على فكرة كتير يعني من الوصفات اللي كتير الناس حبتها وبيطلبوا مني دايما وصفتها لأنها كتير طعمها حلو وعلى فكرة ممكن تتعامل من غير أي تغليفة ولا جبنة ولا كريمة ولا حاجة قد ما هي طعمها حلو لأنه كمان حتى الجزر حلو بالظبط السكر فينا نخفف كمان من يعني بدل ما يكون كوب سكر ممكن نخففه شوي لانه الجزر اوريدي حلو ما هو مش كل الجزر حلو وحلاوته يعني ما بتغطيش على يعني سكرها مظبوط دلوقتي تدوقيها هنضيف طبعا البيض بيضة بنضيفها إذن 4 بيضات تضيفتيهم للخليط وهنحط معهم شوية فانيلا فانيلا حتى لو فيها في ناس بدل بيحطوا بهارات بيستغنوا عن الفانيلا أنا دايما بحب الفانيلا أطيب علشان زنخة البيض نعدم خالص ريحة زنخة البيض طيب دلوقتي عملنا الزيت والسكر والبيض والفانيلا دلوقتي عندنا هنا الدقيق كوبايتين دقيق انا خلطه معاهم البيكنج صودا الكربونات والبيكنج باودر والقرفه وجوزة الطيب اللي مش عايز جوزة الطيب عشان في ناس بيحبوش يستعملوها ممكن يستغنوا عنها قديش جوزة الطيب بتحطي معلقه واحده معلقه صغيره ممسوحه والقرفه معلقتين اوكي والكربونات طبعا لان الكربونات عامل ارتفاع ونفخ اكتر من البيكنج باودر فاحنا اي حاجه بيبقى فيها حاجه جوه الكيكه او حتى حشوه يعني لا بنحب نحط لها كربونات علشان ترفعها لو ما حطيتيش الكربونات مثلا لو حاطه زبيب لو حاطه جزر هتلاقيها نزلت تحت في قعر الكيكه مزبوط. فالكربونات هي اللي يرفع. بتحافظ على لان هي اقوى من البيكنج باودر فهنبتدي نحط الدقيق بس نصبح على امجاد ابو صالح طبعا بتصبح عليكي حبيبتنا امجاد سلام كلهم حبايبنا امجاد من الناس اللي بيتواصلوا على طول معانا الكيكه دي طول ما انت بتعمليها وطول ما انت بتخبزيها ريحه القرفه والحاجات دي بتبقى كتير مشهيه ولما بتتخبز بتصوريش قد ايه بتحسي ان البيت دافي وفي ريحه حلوه بتفكرك بزمان لما كنت صغيره ومامتك او جدتك بيقعدوا يخبزوا لك الكيك في البيت هي ريحه القرفه في الخبيز كتير حلوه طبعا ام حمدان البلوشي تسال بصير نحط سكر بني بدل السكر الابيض يعني لو عايزه تحط بس ما هي مش يعني مش هيفرق كتير يعني زي ما هي عايزه مش هتفرق ممكن تحط رشه زنجبيل مطحون ممتاز خلاص الكيكه دي بس بنعوز نحط لها تقريبا 4 معالق ميه تقريبا علشان نطري العجينه شويه mm-hmm.
خلاص هي كده تمام. اوكي خلاص هي كده تقريبا جهزت، يعني تقريبا ناقص بس نحط لها الجزر مبشور. وعلى فكره الكيكه دي من الكيكات الخفيفه لان ما فيهاش مثلا ولا زبده ولا سمنه، وبعدين مفيده لان فيها جزر وجوز. ولو دقتيها هتشوفي قد ايه لذيذه. يعني انا ضايقتها كتير طيبه بس من ايدك لسه ما دقتهاش. تسلمي. بس هي الوصفه دي نفسها يعني وصفه يعني المقادير بتاعتنا دي كتير حلوه، ما تصوريش اي حد بيدوقها لازم ياخد وصفه. اكيد الجوز مدقوق او ما يعني انا بحب اكسره على ايدي. كسري على ايدك. انا بحب الحاجات تبقى ماشيه زي ما هي تكتكه يعني. بصي يعني مثلا ده بتاع الوش مثلا حطيته في المكنه لحاله، اللي داخل جوه قطعته بالسكينه علشان تحسي بالطعم اكتر. خلاص دلوقتي احنا علشان الوقت برضو انا عملت الخلطه بتاعه الكريمه اوريدي، هي قايلينها احنا كيف خلطيها الكريمه. بالمقادير نفسها كلها خلطيهم سوا. خلطتهم مع بعض اللي هم الجبنة. علبه جبنه فيلادلفيا ملعقه كبيره عصير ليمون وملعقه مغلف كريمه بودره وربع كوب كريمه بالظبط. خلطيهم كلهم سوا وبدك تحطيها على الوش بالظبط. خلاص فدلوقتي هنجيب سكينه. اللي عايز يحشي الكيكه من جوه، انا ما بحبش احشيها لان الكيكه طعمها حلو يعني مش عايزه تتحشي فاهمه، فيا دوب هي بيكفيها طبقه من فوق خفيفه طعمها حلو مش عايزه حشي. احنا بندوقها في بعض المطاعم على فكره بتكون محشيه كمان ومحطوط من فوق، مش مطاعم، بعض المحلات الحلو بتكون محشيه من جوا ومن فوق بتكون دسمه كتير. انا ما بحبش المحشيه بس طبعا كل واحد زي ما هو عايز بيحط. اوكي طيب دلوقتي هناخد دي بتاعت الجبنه هنبتدي نحطها على الوش والجناب وبسكينه طبعا، لا احنا محتاجين سباتولا ولا محتاجين الكلام ده، كله بالحاجات اللي موجوده عندنا في البيت. وانا قطعت الوش بتاعها من فوق لانه ما بيبقاش مستوي قوي فبقطعه علشان تبقى الكيكه شكلها مرتب لما تيجي تقدميها ما تبقاش عاليه من حته ولا واطيه من حته. صح. ومرات في ناس بيقلبوها وهي مش متساويه قوي. لو متساويه شويه ممكن تتقلب بس لو معوجه او منفوخه ممكن تقسميها. ما ينفعش تقلبيها لانه بتبقى اولا هتنضغط فهتتكتم تتكتم على نفسها يعني هتتكتم فاهمه. وبعدين هتبقى من تحت في فراغ يعني هتحس الجناب دي مرفوعه عن المستوى بتاع الطبق اللي انت حطاه، فما ينفعش تقلبيها الا لو كانت يعني مستويه بس شويه هم اللي مش مستويين. عم تيجي بتكتر الاجابات كلها صحيحه. انتر بيلد. قديش بس علي بس قديش باقي من الوقت عشان نعرف؟ اوكي معنا 5 دقائق، واللي حابب يشاركنا في المسابقه بيقدر خلال هالخمس دقائق يكثف كتاباته. خلاص في ناس كمان بتحب تحط مع او يعني اللي يحب يحط ممكن مع اللي بيحب الحموضه زياده يعني ممكن يحط بشر الليمون. غاده مره ثانيه بس عيدينا طريقه الكريمه لانه في طلب على هالموضوع. الكريمه بتاعت هي الكريمه عباره عن علبه جبنه فيلادلفيا مع ربع كريم مع ربع كريمه سايله الكريمه العاديه اللي في السوق مع واحد مغلف كريمه بودره مع معلقه ليمون او معلقتين، هي مساله ذوق يعني الحموضه مساله ذوق، فانا ما بحبش الحامض قوي فحطيت معلقه واحده. خلاص اوكي هي كده كويسه. هناخدها نحطها بس على الطبق.
يسلموا ايديك يا غاده. لا لسه في كمان طبعا. طيب دلوقتي احنا عايزين بس نزوقها، فانا عملت لسه معانا مش ثلاث ضربات ما معانا لسه كمان ثلاث دقايق. هناخد بس الكريمه السريع دي، كريمه عاديه، دي حاجه برانيه يعني اللي عايز يعملها يعملها، اللي مش عايز يعملها ما يعملهاش. كريمه عاديه زي ما هو مكتوب في مغلف البودره، الكيس الكريمه البودره، بس انا بدل ما بخلط بالحليب انا بخلط بالكريمه. اللي عايز يخلط بحليب يخلط، بس هي بالكريمه بتبقى ماسكه اكتر وطعمها احلى. معانا منى اخر اتصال بحلقه اليوم، راح الاتصال. نعتذر منك. باقي تقريبا ثلاث دقائق اللي طيب احنا خلاص عملنا كده الدقيق، دلوقتي هنعمل ايه؟ اوكي هنجيب العجينه البرتقالي. البرتقالي برتقاليه، احكيها مره ثانيه. برتقاني ونجيب العجينه الخضراء. اوكي عايزين نعمل احنا جزره، فانا هعملها شويه بشكل كبير عشان الناس تبقى واضحه اكتر في خلاص احنا بنعملها كده، وبعدين بنضغط من ناحيه واحده من تحت، بصي ازاي فبيطلع عندنا الشكل ده حلو. اوكي وبعدين بس كده اوكي وهنحطها. انت بتموتي انا التزيين لعبتي. بعدين هنعمل الشوشه بتاعته كده اوكي عشان تدل انها كعكه جزر. عيني خلاص، وبرده هنعملها من هنا كده علشان خاطر بالسكينه هنعمل لها كده. طبعا في ادوات تانية بتخلي الحاجات دي اكتر دقه، بس انا بستعمل الحاجات على التلفزيون بالذات اللي هي موجوده في البيوت كلها. الجزر مش هنعمله بقى كده، بتبقى هي واحده كده، واحده من هنا واحدة كده، لو صغيرة ممكن نعملهم خطوط عادية، بس طالما انها كبيرة او اللي بيحب الدقة اكتر يعني يعملها زي ما هي كده. اوكي وبشوية مية وسكر بودرة، هو ده اللزق بتاعنا، بنحط هنا كده شوية وبناخد دي بنحطها كده وعندنا احلى جزرة. مية وسكر اهي بس. حلو تمام حلو بتجنن. خلاص هي دي الجزره بتاعتنا. فاحنا هنجيب الجزر اللي عندنا هنا. اذا الاجابه الصحيحه كان لسؤالنا معرض انتربيلد للانشاءات اللي مقام هلا حاليا. طبعا كل اللي جاوبونا بالاخير كان كله جواب صحيح، وهلا عم بدي اشوف مين اللي فاز معنا. هنضطر نحط الكبيرة دي. هعمل ابديت بس 3 سكندز. ايمان ايمان عبابنة هي اللي فازت معنا من 3 ثواني بس بعته. ايمان ما بعرف اذا كان بيظهر اسمها ايمان عبابنة، يا ريت تبعثي لنا رقم تليفونك عشان نقدر نحكي معك ونتواصل حتى نقدر نوصل لك الجائزة او تيجي تستلميها. مبروك لإيمان عبابنة اللي فازت ماكينة أو هو جهاز تزيين الكيك. وشكرا لك يا غادة، خلصتيها؟ حطيت الجوز فوق الكريمة؟ كتير منيح، شكلها مشهية على فكرة. طعمها دلوقتي كمان حتدوقيها تشوفي قد إيه طعمها لذيذ. ما قلت لك أنا محظوظة. طبعا حتى تقدروا تتواصلوا معنا بإمكانكم تتابعونا عبر اليوتيوب أو تتراسلوا معنا عبر الإيميل أو الفيسبوك، عم بيظهروا مواقعنا الإلكترونية على الشاشة، سجلوهم، بعتولنا أي شيء حابين إنه نضيفه في برنامجنا، حابين نستضيف حدا معين، حابين تقترحوا علينا أي موضوع نطرحه في برنامجنا، طبعا على الرحب والسعة. لقانا فيكم رح يتجدد بكرة، وكل شكر إليك غادة تلي مرة ثانية. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيكي. إذا بكرة بنفس الموعد الساعة 8:30 لأونا، نشوفكم بكرة. باي باي.